احد مؤشرات ارتفاع نسبه الدهون بالدم هو ال دي ال، واللي لازم لو شفناه على ورقه الفحص اكثر من 100 بدل انه وضعنا شوي بخوف. اليوم اخصائيه التغذيه ربا مشربش راح تعرفنا اكثر على ال دي ال والاغذيه اللي بتساعدنا نوطي. صباح الخير ربا. صباح الخير رندا، كيفك؟ تمام، اهلا وسهلا. هلا ال دي ال كمان بسموه الكوليسترول الضار. ليه بسموه الكوليسترول الضار؟ لشو في كوليسترول مفيد يعني؟ هلا اذا كثير من الاشخاص بيسمعوا او ما بيعرفوا بقول لك عملت فحص دهنيات، على الفحوصات بكون في شيء اسمه ال دي ال، في شيء اتش دي ال، في شيء كوليسترول، في مرات نسب بياخذوا ال دي ال للاتش دي ال وغيرها. هلا اللي بدنا نعرفه الكوليسترول هو من الدهون، والدهون اذا انت جبتي زيت ومي ما بنخلطوا مع بعض، فكيف هاي الدهون بدها تنتقل بالدم؟ فالال دي ال والاتش دي ال نعتبرهم زي نواقل. الال دي ال بنقل عاده، اذا بشكل مبسط نوصله، بنقل الكوليسترول من الكبد لكل اجزاء الجسم. لما نحكي كوليسترول هي عم نقول دهون بالدم. كوليسترول هو نوع من الدهون، لانه في عنا عده انواع، بس احنا اليوم عم نحكي، اذا عم نحكي على الال دي ال بنقل كوليسترول لخلايا الجسم، والاتش دي ال من خلايا الجسم بياخذ الكوليسترول للكبد عشان يتخلص منها. فعشان هيك اجى المصطلح، مع انه هذا يعني هو توضيح علمي مبسط، الال دي ال عشان هيك بسموه الضار، انه بودي للخلايا، ومشكلته اذا كانت نسبته كثير عاليه، يعني فوق ال100 اذا باين في الفحوصات مع الاشياء الثانيه، لأنه في عنا بالفحوصات عدة أنواع من الدهون، في الكوليسترول الكامل، في الدهون الثلاثية وغيرها، بس إذا كان الـ LDL مرتفع هذا مؤشر خطر، نقدر نحكي أنه لازم ننتبه، لأنه زيادته رح يترسب ويتراكم على الجدران الأوعية الدموية. بالصور يمكن هلأ بيبين معنا، معنا صور هلأ منوضح فيها. أوكي، فإذا ترسبت هاي الدهون مع الوقت على الجدران الأوعية الدموية، لأنه الخلايا رح تأخذ كفايتها والباقي وين بده يروح، فبصفي بترسب، وإذا ظل يترسب ويتراكم زي ما بصير في عنا هون، هذا عنا الوعاء السليم، وشوي شوي إذا بتنتقل لتحت بصير في عنا تصلب، نحكي تصلب شرايين، بتصفي أصعب لأنه بترسب هاي الدهون مع خلايا أخرى تانية، شوي 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 لما نيجي نسمع مثلا السكتة أو تصلب الشرايين، أو لما بيسمع بيحكوا بالعامية شريان مسكر. شو يعني شريان مسكر؟ اللي هي زي آخر إشي بالصورة اللي هو الأصفر قديش هو متراكم. في صورة تانية كمان بتوضح أكثر، شوفي هذا اللي حكيته قبل، إنه إحنا من الكبد بيجي عنا طبعا إنتاج للكوليسترول، وفي عنا طبعا من الأكل، هاد بالأكل هون عنا الكوليسترول طبعا موجود أكثر إشي بالمصادر الحيوانية، بيض، لحمة، جبنة، هذا ما بيعني إنه هاي الأغذية ضارة، ولكن دائما بنحكي إحنا إذا زيادة عم ناخد بشكل كتير كبير غير الكوليسترول بتم تفريزه إنتاجه بالجسم، طبعا شوي شوي رح يصير يتراكم. امتى بيصير يتراكم بهذا الشكل؟ اذا احنا بصفي التغذية غلط. عم نختار اغذية، كل الاغذية تقريبا مثلا اللحوم والبيض كله صحي، ولكن دائما نحكي على الكمية اللي عم ناكلها. يعني اللحمة من الاغذية الغنية جدا بالحديد بالبي 12 ومفيدة جدا، ولكن امتى بيصير الضرر؟ إذا إحنا عم ناخد كتير زيادة من هاي الأغذية أكتر من احتياجاتنا، مع النشاط البدني اللي عم بيصير معدوم مع التكنولوجيا، ما في يعني صح. إذا هديك المرة عم براجع مع حدا إنه قدي إحنا عم تتحرك باليوم، ما في يعني تقريبا معدومة، مزبوط. ريموتات كل جمنا يعني صح. ما عم جمنا السيارة وين منصفها، منحاول دائما ناخد أقرب صفة. فهلا إذا عم بتقولي رباء إنه مش لازم الـ LDL يعلى عن 100، إذا عالي عن 100 معناته رح يصير عنا هاي النتائج اللي احنا. طبعا إذا ظلت لفترة كتير طويلة مع العوامل الثانية، قلة الحركة، السمنة، زيادة الوزن، بصفي في عنا مشاكل صحية كتير. طيب هلا أنت رباء محضرتي لنا وصفات، وصفتين، هدول الوصفتين بيساعدوا بتقليل الـ LDL بالجسم للأشخاص اللي عندهم كوليسترول أو دهنيات. إذا اتبعوا هاي الوصفات اللي رح نحكي بالتقرير رح أحضرها مع نظام غذائي جيد رح يساعد. قدي تقريبا لازم ياخدوا منهم يعني؟ أنا حكيت بالتقرير تقريبا من مرتين لثلاث مرات أسبوعيا. إذا خلينا نشوف وصفات ربا مشربش مع بعض. صباح الخير. ارتفاع نسبة الدهون من الدم هذا من الأشياء اللي بيعاني منها كتير من الأشخاص، ودائما بيخافوا ولازم يتبعوا حمية معينة عشان نقلل من الدهون، خاصة الكوليسترول الضار اللي بسموه الـ LDL. لما يرتفع بالدم وخاصة لفترات طويلة هذا رح يزيد خطر الإصابة بكتير من الأمراض، خاصة أمراض القلب وتصلب الشرايين. عشان هيك لازم نتبع حمية فيها خضار وفواكه بكميات كتير كبيرة، نتحكم بكمية النشويات، نختار النشويات
الغذائيات المناسبة، ما نختار مثلا زي البطاطا المقلية أو حتى الخبز المقلي اللي بنضاف على سلطات زي الفتوش، لازم نكون حذرين بالأغذية اللي إحنا بنختارها. عشان هيك أنا اليوم حضرت لكم نوعين من الأكلات اللي إذا حاولنا ندمجها تقريباً بمعدل 3 مرات في الأسبوع مع اتباع نظام غذائي صحي فيه كمية من الخضار والفواكه وقليل من الدهون، رح يساعد بعد فترة من الزمن إنه يقلل من نسبة الـ LDL في الدم والكوليسترول الضار. شو هم هدول الوصفات؟ أول وصفة اخترتها لكم اللي هي الأسماك. السمك من الأشياء المفيدة جداً، فيها الأوميجا 3 اللي أثبتت كتير من الدراسات إنها رح يقلل من الدهون بالجسم. السمك رح أحضره بطريقة اللي هي الشوي بالمقلاي بكمية بسيطة جداً من الزيت، حتى ممكن نستخدم إحنا إذا ما بدنا نضيف زيت ممكن نستخدم رش المقلاي، أو حتى باستخدام الفرشاة نحركها شوي عشان نتحكم بكمية الدهون، أو حتى نفس السمكة ممكن نطبخها على البخار. رح نشويها كتير منيح، تبلناها، نحاول نقلل جدا من الملح. رح أقدمها نعمل زي سوتيه من الخضار، أنا اخترت البقدونس والبندورة. البندورة فيها مادة اللايكوبين المضادة للأكسدة، وبرضو عندنا البقدونس غني بالألياف، ولما نعمل دمج ما بين السمك وهاي الخضار رح يساعد جدا إنه يزود الجسم بالأوميجا 3 الدهون الغير مشبعة والألياف المفيدة للتقليل من الدهون. برضو عملنا سلطة كتير مفيدة، هاي السلطة فيها سبانخ وفيها خس، وكتير بفضل أنا دايما بهاي الحميات اللي فيها نسبة دهون عالية نكتر كمية الألياف. وإذا بدنا نروح للخضار الورقية نروح للخضار الورقية الغامقة زي السبانخ، فيها نسبة ألياف عالية، فيها مادة اللوتين، فيها مادة الزيزانفل، مادة مضادة للأكسدة. برضو كمان اللون الأخضر الغامق هذا فيه فوائد أكتر من الخضروات اللي لونها فاتح. اخترت الرمان والأفوكادو، كمية بسيطة من الأفوكادو لأنه فيها برضو الدهون الغير مشبعة المفيدة في التقليل من الدهنيات. الرمان والفلفل الأصفر اللي استخدمناه بالسلطة فيها كمية كبيرة من فيتامين سي الضروري لتقوية الشرايين والحفاظ عليها، عشان هيك لازم نركز على فيتامين سي. رح نقلل جدا من الزيت، أو حتى ممكن بدون زيت على السلطة نضيف، أو كمية بسيطة من زيت الزيتون. رح نحط خل البلسمك والخل الأحمر، بيعطي نكهة وبيغنينا عن الملح. بهاي الطريقة إذا حاولنا نتناول هاي الوصفة من السمك مع السلطة 3 مرات أو حتى 2 لـ3 مرات بالأسبوع مع اتباع نظام غذائي صحي، رح نلاحظ إن الدهون بعد فترة بدأت تقل وصار في عنا نسبة دهون أقل بالدم. شهيتينا على الصباح بدي خلص اعمليها. كثير بتشهي هاي السمك، حبيتها. طب هلا خلينا نحكي شو الاغذيه اللي بننصح الناس اللي عندهم دهون عاليه او ال LDL اعلى من 100 عالي ياخذوها مشان تخفف. هلا زي ما بينت بالتقرير السمك يحاولوا الاشخاص اللي عندهم كثير كوليسترول عادي و LDL سمك 2 لـ3 بالاسبوع. دراسات جديده عملت على الرمان كحب وعصير الرمان، وهلا كثير موجود بالاسواق، وكمان دراسة تانية انعملت على عصير العنب، خاصة عصير العنب الأسود والعنب الأسود أصلا. طبعا لما نحكي عصير العنب أنا بحكي العصير الطبيعي، أو يعني هو رح يعطيك كتير طبعا الفوائد، أو ناخد العنب كحب. هدول الدراسات اللي انعملت عليهم أثبتت أنه انعملت على كتير من الأشخاص، وبعد فترة ساعد الـ LDL أنه يقل، فممكن أنه إحنا ندخلهم بنظامنا الغذائي. نصائح تانية نركز عليها اللي اختار الأنواع الجبنة، كتير نتجه لأنواع الجبنة البيضاء، بلاش شوي الأجبان اللي بنسميهم مصنعة أو شبيه بالأجبان، لأنه مرات بيكون فيهم نسبة اللي بنسميهم الترانس فات. لما نقول شبيه بالأجبان أو مصنعة أي أجبان بتقصد؟ الأنواع اللي بسموهم بروسيس تشيز المصنعة، زي أو الدهن كتير، أوكي، يفضل يتجنبوها، يروحوا على الأجبان البيضاء. طبعا الأشخاص اللي عندهم كمان ارتفاع في الكوليسترول بدهم ينتبهوا لنسبة الأملاح. بشكل عام نركز على الأسماك، الخضار والفواكه. من الفواكه في عنا التفاح، في عنا العنب، وعنا الرمان. الخضار إذا نروح شوي على الخضار الورقية الغامقة. بس بشكل عام إدماج أو دمج أكثر من نوع من الخضار والفواكه
ضمن الغذاء النظام الغذائي رح يساعد كتير. تقليل من الدهون اللي منسميهم الترانس الموجودة زي ما حكينا بالأجبان هاي أو حتى المارجرين الزبدة النباتية لأنه مرات بكون فيها دهون ترانس. يعني في بعض دائما بحكي هاي بعض الوصفات اللي بتحتاج إلى زبدة استخدمي زبدة بكمية أقل وخففي شوي من المارجرين لأنه مش كل الأنواع عم بتكون صحية 100%. طبعا الاشخاص اللي عندهم زياده وزن بدهم يكون هدفهم انه يحاولوا يوصلوا قد ما يقدروا حتى لو ما يوصلوا للوزن المثالي لو نزلوا من وزنهم 10 كيلو رح يحسوا في تحسن على ضغط الدم على ارتفاع الدهنيات على غيرها. طبعا النشويات نروح على النشويات المعقده زي مثلا الخبز الاسمر المعكرونه السمراء البرغل الفريكه من الاغذيه اللي كتير جيده ويخففوا كتير من البسكوت والكيك وغيرها.